مشاهدينا الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وإبداعة جديدة من برنامجكم حالات إبداع. نستعرض وإياكم مواضيع حلقة هذا الأسبوع. نظام ربما سيجعلنا في المستقبل نستغني عن الذهاب إلى عيادات التشخيص. شاب يمني يتمكن من اختراع نظام يقلل من استهلاك السيارات للوقود. وأخيرا تعرفوا على أطروحات عالم يمني في الفيزياء النووية قابلة للصناعة والتطوير. أهلا بكم من جديد. تمكن 3 طلاب بجامعة الحديدة من تصميم نظام يشخص حالات الإصابة بسرطان الثدي. ليس هذا فحسب، بل إن هذا النظام يمكنه تشخيص معظم الأمراض، وربما سيجعلنا في المستقبل نستغني عن الذهاب إلى عيادات التشخيص. مزيدا من التفاصيل في التقرير التالي. نظام برمجي طبي ربما سيجعلنا في المستقبل نستغني عن الذهاب إلى عيادات التشخيص. كخطوة أولى، تمكن فريق إعداد النظام المكون من 3 طلاب بجامعة الحديدة من جعل هذا النظام يشخص حالات الإصابة بسرطان الثدي. الفكرة هي تعتبر نوعا ما جديدة، لأنه دخلنا فيها أشياء جديدة اللي هي عملية التشخيص. كان مش عملية التشخيص فقط لا غير، ولكن عملية تحسين للعينة وللداتا سيت الموجودة، ثم يقوم بعملية التشخيص. اخترنا هذه الفكرة، احنا فكرة مشروع الطبيب الاصطناعي Artificial Doctor، نتيجة لانتشار هذا المرض، يعني نتيجة لانتشار مرض السرطان. حددناه لمرض السرطان، يكشف مرض السرطان، كان نتيجة لأن هذا المرض انتشر في الوطن العربي بشكل كبير وندرة المختصين في هذا المجال. اخترنا هذه الفكرة ولمساعدة المناطق الريفية بشكل أخص، يعني لأن المنطقة الريفية كان يصعب فيها وجود متخصصين في هذا المجال. كل ما يحتاجه هذا النظام الذي قدم كمشروع تخرج لنيل شهادة البكالوريوس في هندسة الحاسوب صورة الأشعة المقطعية ليؤدي وظيفته، لا سيما في الأماكن النائية أو البعيدة عن المستشفيات. تشخيص السرطان يحتاج عين طبيب متخصص في مرض السرطان، تحديد ما أماكن الموجود فيها مرض السرطان. طبعا في المناطق الريفيه اللي تكون بعيده عن المستشفيات وبعيده عن المدن، تلاحظ انه يحتاج يعني طبيب متخصص في تشخيص المرض. ففكره مشروعنا انه او برنامج تشخيص السرطان انه يقوم كمساعد للطبيب او كبديل للطبيب في حاله عدم وجود الطبيب، هو ليس بديل للطبيب. باستخدام الخوارزميات وبرامج الذكاء الاصطناعي تم تصميم هذا النظام وفقا لمراحل عده كما يقول مصمموه. طبعاً المشروع يمر بمرحلة تعلم ثم مرحلة اختبار. في مرحلة تعلم تعتمد مرحلة تعلم على مجموعة من العينات قام الشباب بجمعها خلال عملية البحث في المشروع أو خلال مرحلة البحث. قام الشباب بجمع هذه المعلومات اعتماداً على بيانات عالمية مجربة، واستخدموا بعد كذا قاموا في المرحلة التالية في مرحلة بناء البرنامج باستخدام هذه العينات لعملية الاختبار. استخدام البرنامج طبعا سهل، اللي اختيار الصورة، يعني بعد ما تقدر الإشعة. أيوة. اختيار الصورة، يعني الشخص الذي يقوم على البرنامج يقوم الآن بتشخيص المرض، اسم المريض وتفاصيل المريض. يقوم بطباعات اللي ناتج الفحص. ليست عملية تطبيقية على جهاز الحاسوب، ولكن كانت عملية البحث ورقية أو نصية، البحث عن المعادلات الرياضية والبحث عن الخوارزميات التي يتم المشروع على بنائه. وبعد كذا قمنا بتجميع مجموعة من الداتا سيت أو القاعدة البيانات أو العينات التي عن طريقها تقوم المشروع بعمليات التدريب والتعلم. بعد ذلك جاءت مرحلة المعالجة، بينها معالجة الصور وإزالة الشوائب التي ترافقها أثناء عملية فحصها. وبعد ذلك كان معنا عملية تحويل الصور المقطعية إلى مجموعة من الداتا، مجموعة من الداتا ومجموعة من الفيتشر، عشان يتم عملية التشخيص أو عملية التصنيف
للبيانات، يعني نحول الصور إلى مجموعة من البيانات. بعد عملية تحويل الصور لمجموعة من البيانات تتم عملية التشخيص، وذلك عن طريق مجموعة من الخوارزميات وهي خوارزميات التعلم والشبكات العصبية، إضافة إلى الخوارزميات الجينية. وأيضا في خوارزميات مادة داتا ماينينج، وبعد كذا اللي هي عملية تشخيص الصورة الذي سوف يقوم بعملية اختبار عن طريق الداتا سيت الموجودة مسبقا التي تم عملية التعلم عليه. وكحال غيره من الأنظمة المحاكية لعقل الإنسان، فقد تم تدريب برنامج التشخيص هذا على تشخيص أنواع من العينات التي تتوقف دقة تشخيصها على مقدار حجمها. البرامج القائمة مع التعليم يكون نسبة النجاح فيها تعتمد على العينة، عينة التدريب. فكلما كانت العينة يعني كبيرة وخالية من التشويش، يعني خالية من الشواذ، يكون نسبة الدقة أعلى، تكون عالية. وكلما كانت العينة صغيرة يكون الدقة أقل. فالآن العينة اللي دربناها عينة صغيرة، كلما كانت العينة كبيرة كانت الدقة أعلى. يقول أعضاء الفريق إنهم اضطروا إلى الجلوس مع طبيب للتعرف على العينات وطريقة تشخيصها للتحقق من فعالية المشروع، كما كان إعداد البرنامج تحت إشرافه. المشروع يتمتع في استخدام تقنية حديثة لأول مرة تستخدم في جامعتنا، وهي تقنية الماينينج، والمقصود فيها التنبؤ باستخدام ملامح أو فيتشرز للمرض موجودة في الأشعة، والتنبؤ بوجود أو عدم وجود هذا المرض. المشروع بحد ذاته أو الفكرة، لا نقول أنها غير موجودة فكرة تشخيص مرض السرطان، لكن الشيء الجديد أولاً أن تصدر جامعة الحديدة كلية الحاسوب، وأن يقوم طلاب مثل هؤلاء الطلاب بإصدار هذا المشروع أولاً بحد ذاته، هذا إنجاز أنا أعتبره. ثانياً الشيء الجديد قلت كما ذكرت أن المشروع يعتمد على مجموعة من البيانات الكبيرة، دقة المشروع تعتمد على مجموعة كبيرة من البيانات. فقام الشباب بإيجاد فكرة كيف يمكن إيجاد مجموعة عينات كبيرة. هل نعتمد على عملية البحث فقط وتجميع مجموعة المعلومات، أو إنه نستفيد من العينات الموجودة من أجل إيش؟ من أجل إيجاد مجموعة عينات تدريب أكبر وأكبر محسنة ومثالية. فاستخدموا ما يسمى بالخوارزمية الوراثية أو الجينيتك ألغوريثم لتحسين عملية الإيجاد لتوليد الترينينج سيت وترينينج وعينات تدريب محسنة ومثالية. رغم وثوق الفريق بما قام بإنجازه، لكنه مع ذلك أكد عدم الاستغناء عن الطبيب. نحن بدورنا رأينا للمزيد من المصداقية أن نذهب لعيادة طبيب متخصص ليخبرنا بتقييمه. الفكرة يعني فيها إبداع، فكرة رائعة جدا. اختيار الموضوع يعني يدل على أنه في هناك وعي وإحساس لدى القائمين على البرنامج، حيث سرطان الثدي يعتبر السبب الأول وفيات بين النساء على مستوى العالم. ودائما المشكلة أنه نسبة الشفاء تصل إلى أكثر من 90% في حالة الاكتشاف المبكر، وهذا الماموغرافي يسهم بهذا الكشف المبكر بدرجة كبيرة. ووفقا لأستاذ البرمجة محمد جبريل، فإن هذا النظام متميز لأنه يستخدم تقنيات عدة في تشخيص مرض السرطان. أولا يعتمد المشروع على معالجة صور، من أجل إيش؟ من أجل استخلاص البيانات أو ما يسمى بالفيتشرز. أيضا يستخدم المشروع مجموعة من التقنيات للتصنيف أو للتشخيص، مثل تقنيات الشبكات العصبية أو نيورال نتوركس، خوارزمية شجرة القرارات ديسيشن تري، خوارزمية الكين إن. وما يميز هذا المشروع أيضا أنه يعتمد على عملية تحسين الداتا سيت أولا قبل اللي هي عينات التدريب، قبل استخدامها في عملية التدريب. فضلاً عن عائق ندرة المتخصصين في تشخيص مرض سرطان الثدي، واجه فريق إعداد المشروع صعوبات أخرى. الشيء الثاني صعوبة في وجود العينات أصلية، يعني هنا نحن اعتمدنا على عينات من الإنترنت من شركة تبع مياس داتا سيت جامعة أوروبية. طبعاً كانت العينات هذه ليست بشكل كبير مرة يعني، لكن اعتمدنا عليها وهي كانت عالمية يعني، فما اعتمدنا على بشكل أساسي على مستشفيات هنا أو بهذا الشكل، ولكن احنا نلجأ لهذا الشيء الآن حاليا. أيضا من الصعوبات اللي واجهناها كان التقاءنا بالمدرسين، بعض المدرسين انتقادات بعض المدرسين أو الدكاترة للمشروع. وكما كان هناك مثبطات
كان هناك في المقابل محفزون ممن أسهموا في الدفع بالفريق لإنجاز مشروعه. صراحة التحفيز كان من قبل الدكتور طلال مشرف الدكتور بشكل كبير، وثانيا كان من الأصدقاء وبعض الدكاترة كثير، يعني عن العميد الكلية، بعض المعيدين، يعني كان لهم الفضل بعد الله عز وجل في إعانتنا على هذا المشروع. أيضا كل ما استشرنا أخواننا أهلنا كانوا نفس الفكرة، استشرنا ناس من الجامعة غير موظفات موظفين، الكل كان رأيه في أنه برنامج جميل ومشروع قيم نكمله، والحمد لله تحفزنا بهذه المحفزات وانطلقنا. ارتباط نظام الطبيب الآلي بالحاسوب ربما قد يجعل من استخدامه محصورا، لكن فريق معديه من المهندسين أكد سعيه لجعل النظام يعمل بذاته. طبعا الآن البرنامج عم يشتغل على الحاسوب، فسحب الصورة يتم باستخدام السكانر، يعني نأخذ الصورة من المريض ونسحبها من السكانر ونقوم باستعراضها من البرنامج، تحديد الصورة، اختيار الصورة، تشخيصها. بس ممكن نطوره في المستقبل انه يصبح برنامج مبرمج على جهاز متخصص في هذا العمل، بدون ما يكون الجهاز نفسه اللي هو جهاز الكشف يكون هو نفسه الذي يقوم بعملية التشخيص. ما قام به الطلاب إنجاز غير عادي، يقول أحد مشرفيهم، فيما مشرفهم الرئيس يرى أنه كان محظوظا بإشرافه على مشروعهم. من حسن الحظ أن هذا المشروع كان فيه 3 طلاب من أفضل طلاب الدفعة الأخيرة هذه اللي هم الأوائل 3. هذا الأمر سهل وساعد أن احنا نستطيع أن ننجز شوط كبير في المشروع. خلال عملية التنفيذ كنا مع الطلاب في مرحلة البرمجة، أيضا في مرحلة إيجاد الأفكار كيف يمكن استفادة من الخوارزميات الموجودة مثل الخوارزميات الوراثية والنيورال نتورك. كنا على تواصل دائم مع الطلاب من أجل إيش؟ من أجل إنجاز هذا العمل، وبفضل الله ثم بجهد الطلاب المتميزين، طبعا الطلاب 3 هم الطلاب أوائل الدفعة أولا وطلاب متميزين، بفضل جهودهم بعد الله سبحانه وتعالى تم إنجاز المشروع بشكل يعني بشكل إن شاء الله يكون مثالي. رغم شحة الإمكانيات التي أنجز بها الفريق هذا النظام، غير أنه توصل لنتائج جيدة تركت فيهم العزم لمواصلة وتطوير ما قام به. أفكار متعددة من ناحية تطوير المشروع. الآن المشروع حاليا يعمل تشخيص السرطان عبر الصور المقطعية، لأن المشروع تعلم على داتا سيت جاهزة لمرض السرطان، ولكن مستقبليا ممكن توسيع المشروع بحيث بدلا أن يصبح المشروع يعمل على داتا سيت أو على صور مقطعية فقط أو محصور على الصور المقطعية، ممكن يعمل على بيانات باستخدام مثلا فحص الدم، فحص البول، فحص البراز، تكون عملية بيانات إدخال بيانات جاهزة عن طريق يتم التشخيص. توصلنا إلى نتائج أنه يستطيع الكشف قلنا عن سرطان الثدي بالتحديد حاليا، لأن الداتا سيت اللي كانت موجودة عندنا كانت عبارة عن صور ماموغرام خاصة بالسرطان الثدي، لكن أيضا من النتائج اللي توصلنا إليها أنه يستطيع الكشف عن أي مرض من الأمراض الجلدية، إشاعات بصور مباشرة، يعني أمراض جلدية سواء عن طريق الفحوصات، فحص الدم، فحص البول إلى آخره، يعني عن طريق إدخال بيانات. توصلنا أيضا إلى في هذا البرنامج أو المشروع إلى أنه يستطيع إن شاء الله يعني مع التطورات أنه يستطيع يحاكي عمل الطبيب بشكل كامل بإذن الله عز وجل. هي بداية كويسة، نقطة انطلاقة كويسة، وتحتاج إلى معرفة أكثر بنفس الفحص الماموغرافي، تواصل مع أطباء في هذا المجال، أخذ عينات أكبر بحيث أنه تقل نسبة الخطأ في التشخيص. وأظن البرنامج إذا تطور ممكن يكون نافع جدا ومفيد في هذا المجال. الاقتصاد في استهلاك الوقود غاية يبحث عنها معظم مالكي السيارات وخاصة سيارات الأجرة. هذه الحاجة دفعت أحد الشباب إلى ابتكار نظام يركب على السيارة ليجعلها تقلل في استهلاك الوقود إلى نسبة تصل 70%. التقرير التالي والتفاصيل. ارتفاع استهلاك السيارات للوقود هم يؤرق الكثير من مالكي السيارات وبصفة خاصة ذوي الدخل المحدود منهم. البترول غالي بقوة، يعني ملاحقة تعب سفري كم صرفيات بقوة، ولما سنعبي خسارة والله، يعني خسارة بقوة، وما بيش معنى الدخل هذه الأيام، الدنيا باردة والدنيا كل شيء، وهو أن اشتغلنا أكلنا وما جينا قدنا.
لحل هذه المعضلة توصل الشاب عبدالله البدوي لابتكار جهاز يقلل من استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 70% عن طريق استخدام الماء. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا البحار سجرت يعني اشتعلت، فيعني هذا في إمكانية أن الماء يشتعل. فطبعا الماء يشتعل كيف؟ إذا تم فصل ذراته إعادة إلى مكوناته الأصلية اللي هي ذرتين هيدروجين، ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين، الماء H2O. فهذا يحتاج إلى مفاعل أو تحليل كهربائي لفصل الذرات. توفر منظومة البدوي التي تضاف للمحرك من استهلاك السيارة للوقود، وتختلف نسبة التوفير في المدن المزدحمة عنها في المدن المفتوحة. الآن نحن نقوم بإدخال غاز الهيدروجين فتقل كمية البترول المحترقة، فممكن يعني في داخل البلد نوفر 50% من البترول في الأماكن الزاحمة، أما خارج المدينة يوصل التوفير إلى 80%. وذلك لكون محرك السيارة مصمم في الأصل ليعمل بالوقود، إضافة إلى كون معظم السيارات المصنعة في العقدين الأخيرين تعمل وفق منظومة حاسب آلي مرتبطة بالمحرك داخليا وخارجيا. وعلى هذا الأساس صمم المخترع البدوي جهازه الذي يتكون من قطعتين، قطعة تعمل على إيهام كمبيوتر محرك السيارة الداخلي وتجعله يتعامل مع الهيدروجين تماما مع الوقود فقط. يتطلب الأمر كمية بسيطة من الوقود أو البترول كما هو الحال في السيارة التي يقودها البدوي. عملت كمبيوتر خارجي يتحكم في الخلية، مهمته التحكم في الخلية والطاقة الخارجة والحفاظ على البطارية لعدم الاستهلاك وزيادة الهيدروجين وانقاص الهيدروجين، وكمبيوتر داخلي صغير منظم ينظم عملية دفع البترول للمحرك. إلى جانب توفير نظام البدوي للوقود، فهناك فوائد أخرى أيضا أبرزها كما يقول إطالة العمر الافتراضي لمحرك السيارة. النظام هذا يوفر حماية للبيئة، لأن الخارج من المحرك هو عادم عبارة عن ماء، بخار ماء، تمام؟ غير كذا أنه يزيد من عمر المحرك. أحب أوريك حاجة. كيف تعرف؟ الآن نحن مخفضين الهيدروجين للآخر، الآن بنقوم بزيادة الهيدروجين. نسمع صوت المحرك إيش يحصل يعني. المحرك يرتاح جدا، يعني المحرك يرتاح مع الهيدروجين ويعطي عمر افتراضي أكثر. فلو أن المحرك يعمل سنة عمره الافتراضي فالعمر حيزيد. طبعا خروج من العادم يخرج معانا ماء، ممكن واحد يضغط لنا بس. خروج ماء قوي 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 قوي، خروج ماء. لم يتوصل ضيفنا لاختراعه بالصدفة، بل سبق ذلك محاولات ودراسات عدة بدأت بتصميمه لخلية كهربائية رطبة، اكتشف فيما بعد ضعف أدائها فغيرها إلى جافة. الخلية هذه تستهلك قليل من الطاقة وتقوم بعملية فصل ذرات الهيدروجين ويعطاك كمية كبيرة من ذرات الهيدروجين. طبعا الهيدروجين أول ما ينفصل نقوم في تجميعه في التانك يسمى ريسيفر، ومن ثم يتجه إلى خزان ثاني اللي هو تبريد، ومن ثم يتجه للمحرك. فشلت الخلية التي صممها لأول مرة في تشغيل محرك السيارة، حيث كانت قدرتها التشغيلية كما قال البدوي نصف حصان، وهي قدرة شغلت مولدا كهربائيا صغير. كما واجه ضيفنا صعوبة أخرى تمثلت في كون محرك السيارة يعتمد على ناقل للسرعات بعكس المولد الكهربائي، لكنه تغلب عليها بعد محاولات واستطاع بمنظومته الجهاز الجديد تسيير السيارة. يؤكد البدوي أن منظومته لا تضر بالمحرك ولا تجعله يعمل بجهد مضاعف. عن مكونات منظومته وطريقة عملها يقول: أول شيء عندنا خزان ريسيفر للماء، نحط فيه الماء ينزل المفاعل
يقوم بتحليل كهربائي وفصل ذرات الهيدروجين، ثم يرجع ثاني مرة للرسيفر، يرجع الماء الزايد والهيدروجين ينفصل ويتجه إلى الخزان التبريد، إلى خزان التبريد، ومن ثم ينطلق أثناء مسيره. وسوف يواجه اللي هو إيش، الفلاش باك اللي هو مانع ارتداد اللهب، أساس إيش عمل سيفتي وأمان، ومن ثم يتجه للمحرك. وللمزيد من الأمان، فقد صمم البدوي مع منظومته نظام لحماية محرك السيارة والبطارية من أي شرر قد ينتج نتيجة غاز الهيدروجين الذي تخرج مخلفاته من بخار الماء عبر عادم السيارة. طبعا الخارج من نتيجة الاشتعال سوف يخرج بخار ماء، ويكون واضح، يعني سوف تلاحظ في عادم السيارة خروج قطرات ماء. طبعا هذا النظام يحافظ على المحرك ويعطيه عمر أكثر، في نفس الوقت محافظ على البيئة. قد تستغربون من كون أن هذا الشاب، وبدلا من أن يحظى بالدعم والتشجيع باعتباره قد حقق إنجازا غير عادي، إلا أن التهديدات بإيذائه توالت عليه في حال لم يتوقف عن تطوير ما توصل إليه، لكنه مع ذلك حظي بدعم أناس كثر في محيطه. جانا شيء من بعض الناس، يعني تهديد هذا، ولكن تجاوزناه، ونحن الحمد لله حصلنا دعم كبير من الشيخ علي قبلي نمران، دعم كبير جدا جدا بالحماية وبتوفير المكان للعمل. أشكر عبد الله زهرة لأن كان معاه مولد كهرباء، وقمنا بعمل تعديل المحرك وهذا، وأعطانا فرصة أن احنا نشتغل على المولد حقه. كمان أشكر الشيخ هند الشايف لأن عندهم محرك ديزل كبير جدا في المزرعة، استطعنا أننا نعدل المحرك إلى الماء. فهم الناس، يعني في كثير من الناس أعطونا دعم، في ناس مستغربين أن الماء ممكن يعني يتحول إلى طاقة، رغم أنه هو المستقبل. يعني $400 هي تكلفة منظومة البدوي بميزاتها المتعددة، كما حددها البدوي نفسه، وهي تكلفة كما تحدث كثير من ملاك السيارات لا تساوي شيئا مقابل ما تحققه من فوائد. إذا السيارة تستهلك دبتين في اليوم، نص الكمية، ممكن دبة وممكن أقل من دبة حسب وضع الطرقات. وهذا هذه الميزة الأولى، استهلاك بترول. الميزة الثانية حماية المحرك، المحرك حيعطي عمر أكثر، عمره سوف يتضاعف، وسوف نلاحظ أن صوت المحرك اختلف، بس أصبح هادئ ومريح. وهذا الميزة الثالثة، أن احنا حافظ على البيئة. البترول يعني مكلف علينا، فأمشي رجل ولا حتى باص ب50 إذا المسافة قريبة يكون أحسن، حتى يعني ولو بنعاني من الشمس لكن عادي، لأنه البترول يعني سعره 2500، سعر يعني مبالغ فيه جدا، بعد المستوى المعيشي ما يسمح لك أنك تعبي علشان مثلا تأخذ مشوار تخرج تشل نص دبار وبعد دبه. يقول ضيفنا أنه يتمنى أن تواكب اليمن توجه شركات إنتاج السيارات العالمية حاليا لإنتاج سيارات تعمل بوقود الماء، على أن يكون تبني وإنتاج منظومة التقليل من استهلاك الوقود هي البداية. الميزة هنا أن اليمن ممكن تواكب الشركات هذه، وإذا عملنا مصنع لإنتاج القطع هذه فنحن سوف نوافق الشركات العالمية ونكون في نفس الصدارة. علم الفيزياء النووية من أقوى العلوم، وبها يقاس تقدم الدول وقوتها السياسية والاقتصادية. التقرير التالي يسلط الضوء على عالم يمني له أطروحات عدة مذهلة قابلة لإحداث نقلة صناعية وتنموية في البلاد. ليس للإبداع حدود ولا يقيده مستوى تعليمي، لأنه حالة تتجاوز واقعها وقد يقفز فوق موانع المحيط والظروف. هذا الشاب الذي توقف تعليمه عند الشهادة الثانوية لم يتوقف تحصيله العلمي، فكانت بدايته العلمية من مكتبة يشرف عليها في مركز البحوث والدراسات. قرأ واطلع في علوم الفيزياء والطاقة ليصبح اليوم باحثا فيزيائيا يشار إليه بالبنان. إنه الشاب محمد علي زيد. بدأت من حيث بدأوا ولم أبدأ من حيث انتهوا كما يقول الآخرون. أنا بدأت من حيث بدأوا، يعني مررت مع العلماء في الكهرباء، في المغناطيسية، في النسبية، في الكذا، من الخطوات الأولى، من بداية الفكرة، من بداية المشكلة وملفاتها الفلسفية والعلمية والتاريخية،
لدرجة أننا عندما كنت أناقش أساتذة قسم الفيزياء ذهلوا من هذا العمل، أول مرة يلقوا بهذه الطريقة، وأناقش معادلات رياضية عالية جدا وبدون حتى استخدام كتب أو أوراق وملازم، أي شاب ثانوي يعني، فكان هذا عملهم زي الصدمة، لأنه أنا أحببت الموضوع هذا فركزت عليه واندمجت فيه وبالتالي وصلت إلى نتيجة. للباحث محمد علي زيد رؤية علمية تطويرية في إحدى جوانب مكونات الفيزياء تمثلت في فعالية علمية أقامتها اللجنة الوطنية للطاقة الذرية بالتعاون مع كلية العلوم بجامعة صنعاء تحت مسمى نموذج روذرفورد الذري وعلاقته بالنشاط الإشعاعي استنتاجات وتساؤلات. هذه الفعالية العلمية كانت عبارة عن دراسات حول مثلما الآن الشعراء والأدباء يدرسوا قصائد أو أشعار أو دواوين أو روايات أو قصص، أنا قمت بنفس العملية، دراسة نقدية علمية لأعمال روذرفورد وتجاربه. كان مع روذرفورد تجربتين مشهورتين في تاريخ العلم، تعتبر من أهم إنتاجات وأعمال روذرفورد في تاريخ العلم وأعماله هو. التجربة الأولى هي تجربة تشتت الدقائق التي على ضوئها بني النموذج الذري للذرة، والذي الآن يدرس في كل كتب الكيمياء والفيزياء، ولا يخلو كتاب أساسي في الكيمياء والفيزياء بدون هذه النظرية، بل يعتبر من عمدة العلم. والتجربة الأخرى كانت تجربة التحول النووي أيضا لروذرفورد، والتي على هذه التجربة بنيت ما يسمى بالكيمياء الإشعاعية والكيمياء النووية والفيزياء النووية وفيزياء المعامل وكل ما يدرس الآن من إشعاع ونووي وتحولات نووية وتصنيع نووي وإلى آخره، سواء كان في الجانب العسكري أو في الجانب المدني. قمت بدراسة حالة التجربتين من حيث المواد، من حيث الأجهزة، من حيث طرق القياس، من حيث الشاشة، من حيث الأجهزات المستقبلات، من حيث سلوك هذه الجسيمات بناء على شغل روذرفورد نفسه، لأن لن أدعي أني عندي معمل، ليس عندي معمل. قمت بدراسة الجانب التاريخية والكتب التاريخية والأكاديمية لهذه اللاذة وجمعتها في صور وثائق. عدد من المعارض العلمية والتقنية ساهم بها الباحث محمد علي، وله مشاركات ومحاضرات في مشاريع علمية وثقافية، ويسعى لطبع مجموعة كتب علمية في الميكانيكا والفيزياء والكهرباء وتأثيرات المجالات الكهرومغناطيسية. معظم المقالات أو كلها تصب في اتجاه واحد، بحيث أن القارئ سيجد أن المقالة التي اشتغلت فيها سواء في النووي أو في الميكانيكا أو في أحزاب التغير أو في الكهرباء ستؤدي به إلى منظومة علمية متكاملة، لن يجد اختلالا فيما بين البين، سواء كانت من أعمال العلماء الآخرين أو مما أضفته أنا من تحليل ونقد، لأنه في النهاية حتى لو كانت هناك لدي ملاحظات سأريدها ضمن الكلام، أما باستثناء فقط اللي فيها اكتشافات لم تسجل هي التي ستمنع، ونشير هذا أنه لدينا أعمال علمية في بعض في أكثر من مجال. ضمن مخزون باحث الفيزياء الشاب مقترحات علمية لمشاريع تحسن من أوضاع الناس وخدماتهم الحياتية، وتحتوي على مجموعة حلول لمشاكل أساسية لديه، مثلا تصورات علمية لحل مشاكل جفاف المياه في اليمن ومشاكل الإضاءة الخاصة بالمدن والشوارع الكبيرة في العاصمة، ورؤية علمية تحتاج إلى تطبيق في استخدام والاستفادة من التيار الكهربائي لا سلكيا بعيدا عن الموصلات. فكرة البحيرات الصناعية هي باختصار شديد عبارة عن حجز المياه بدل من سد صغير أو ما تسمى سدود أو كرفانات في أحواض مائية كبيرة جدا تعتمد على التضاريس. فمثلا إذا كان عندك مجرى سائلة قد يكون هناك من السائلة تفرعات وديان أو سهول، بإمكانك أن تقوم بدراسة هذه الجروف، أحيانا تجي جروف، هذه جروف صخرية، جروف ذات أرض صلبة، بإمكانك أن تقوم بتسويرها وإحاطتها، تعتمد على الجانب التضاريسي، إما تكون أرض قاسية أو أرض صلبة، تدرس هل هي ما تتسرب فيها أو لا تتسرب فيها، ثم تقوم بتحويل خط السائلة هذه إلى هذا الجرف الكبير، قد يتسع لما الآن زي أحواض سد مارب لأنه عنده بحيرات جزئية في الوسط، إنه مسافة كبيرة لحجز الماء. المسألة الإضاءة هذه هي سهلة يعني ما هيش مكلفة جدا، إحنا سنقوم بتوزيع مجموعة من المرايا على أحد المرتفعات في مثلا جبل نقم أو جبل عيبان، وبالتالي نعمل نموذج تجريبي ويكون بعيد عن طريق السيارات لأنه بيأثر على خط السير قد يعمل حوادث، بتكون يعني متعامدة عليها لا تكون مقابلة تماما أو مواجهة لخط سير السيارات. هناك أماكن أخرى نعمل نماذج مثلا 1000 لوحة أو 1000 مراية
ونسلط عليها مجموعة من المصابيح، ثم تقوم بعكس الإضاءة بزاوية معينة، طبعا زاوية تركيز الضوء معروف أنتم عندكم زي مصابيح السيارات أنه تركيز، كلما تركزت العدسة أو زاوية هذا كلما كبر الضوء، بحيث ولما تكون موزعة لا يكون ضوء قاتل، لما تكون موزعة يكون ضوء خفيف، وبالتالي أيضا لا يكون يؤذي العين للناظر أو للإسمه، وكذلك لا يتحول إلى ضوء حارق إذا كانت مراية واحدة. فالفكرة هنا أنه مصابيح متعددة مع مراية متعددة، نبدأ بنماذج تجريبية. ربما المراية يعني المشروع كله ربما بضع آلاف الدولارات، يعني في أقصى حد له ما بين 50,000 دولار 100,000 دولار. رؤية مشاريعه العلمية واقعا حلما يراود دوما الباحث الفيزيائي، فعقبة التطبيق المادي وإسقاط النظريات والمعادلات تواجهه كما واجهت الكثيرين، ويتمنى أن يحظى بفرصة حقيقية. أنا بجيب لك ملف كبير كذا، تزكيات ورسائل وكذا، معي رسالة من اللجنة الوطنية للطاقة الذرية إلى وزارة التعليم العالي لما كان دكتور إيهاب الشعيبي بإجراء مجموعة من التجارب خارج العاصمة. تخيل لم تلقى حتى توجيه من الوزير، ما استطعناش. يا الوزير هذا الأخير، ويعني واجهنا وضع أسوأ، معي مشروعين للحد من خطر ثورة البراكين، عندي توجيه من رئيس الجمهورية بتمويل هذا المشروع، الملف كله فوق تماما يضيع. رغم ان انا قلت لهم مستعد نشتغل احنا وياهم ونجربها مع بعض، رفضوا. قلنا طيب هاتوا احنا نشتري المواد ونجربها، يعني معانا في موضوع منحه تسجيل الابحاث العلميه وكذا، يعني اثيرت في اكثر من مكان من ضمنها السعيده والفضائيه واليمن اليوم. في موضوع التعامل مثلا مع الجهات العلميه والجهات الاكاديميه، للاسف الشديد لا يوجد لنا سياسه بحث علمي لا على مستوى الاستاذ الجامعي في الهندسه او في العلوم، ولا على مستوى كسياسة توجه وزارة التعليم العالي في جهات أخرى. كلما تأتي حتى لما نقول لهم تعالوا نناقش موضوع بحث علمي نشتغل سواء، تهربوا. أخيرا، هل على هذا الشاب العاشق لعلوم الطاقة الذرية المدمن في أبحاث الفيزياء أن يرحل لتجدأ أطروحاته العلمية طريقا إلى النور في زمن حتى الهجرة بعيدا تصطدم بألف حاجز وحاجز؟ كانت أطروحات عالم الفيزياء اليمني هو آخر مواضيع حلقتنا لهذا الأسبوع، حتى ألتقيكم في الأسبوع المقبل. لكم مني أجمل التحية، والسلام عليكم.